ونختم كاك على السريع قصة شيخ رؤية الشيخ سالم بن خلفان الحارثي اسمه الراشدي رحمه الله عندما رأى نفسه في الجنة. يقول: رأيت نفسي في الجنة في جنحان أطير أتنقل من مكان إلى مكان. زين، فأنتم أيضا اجتهدوا حتى تروا أنفسكم في الجنة، أو بشرى من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكأنما رآه على الحقيقة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظنا الله وإياكم، ووفقنا إلى ما يحب ويرضى. تتأملوا فالقلب طول الهجر لا يتحمل، مهما وصفنا بالجمال نبينا يبقى الجمال بوصفه يتجمل. قد حار قلبي في بهاء رياضه، والروح في عتباته تتذلل. لو عشت عمري بالمدينة خادما لا يكتفي قلبي ولا يتملل، بل يرتقي جاها بخدمة سيد بثنائه يرجو المحب يكلل. فإذا نطقت فناعد لجلاله، وإذا سكت فحسنه أتخيل. إن قيل شمس قلت نور للدنا، أو قيل بدر قلت أحمد أجمل. هذا الحبيب ودربه منهاجنا، هذا رسول كامل ومكمل. من هديه كل المكارم تستقى، والفضل في أخلاقه يتأصل. فالعاشقون تولوا في حبه، والمبغضون تقلقوا وتزلزلوا. ذاك الممجد سيد الخلق الذي في مدحه وجه الدجى يتهلل. يا حبذا لو كنت في أيامه قبلت يمناه كما هم قبلوا، والله ما عدلت بقبلة أحمد أغلى الكنوز وما به يتمول. من رام عزا ينتمي لمحمد فبيديه ترقى الشعوب وتفضل، أو رام طيبا يستلذ عذيره فالمسك من وجناته يتسلسل. أبكي المدينة فالحبيب بأرضها، يا ليتني بضيائه أتكحل. وأزور قبر المصطفى متشرفا، وأقول شعري مادحا أترجل. جد بالوصال أيا نبي تكرما، فأنا عبيد بالذنوب مكبل. منهاجه حق بقلبي راسخ، فبه السمو وعنه لا نتحول. رباه بعد الموت أنطقنا به، لما نوارى في التراب ونسأل.